مين ظهرك في الدنيا دي؟ يا سلوى يا خطاب، مين ظهرك؟ لما جه اختارني الأستاذ عاطف الطيب ده كان بالنسبة لي يعني أنا والدي لو كان يدخل ما كنتش أقدر أقعد قدامه، لازم أقف. لو أنت وسطتك مشيت بتعملوا إيه؟ أدور على وسطة تانية. انت لعبت كوره عشان معجب ببابي؟ لا، عشان كنت اشوفه زمان، بس دلوقتي لا. انا قتلت على طبليه جدي، حسيت بالحمايه والدفء. سامع عاشور في قمه سعادته، اغرب حديث اتعمل معاك. استنونا في بيت العيله مع جد وماما نجوى. بيت العيله مع نجوى ابراهيم، الاحد 9 مساء على النهار 1.